السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا، الله يسعد مساكم بالخير والبركة، وإن شاء الله ربنا بزيح الغمة عنا وعنكم على خير. اليوم للمرة الثالثة بإذن الله رح أعيد أي فيديو حيكون فيه تساؤلات مثل المعمول عدناه كثير، بقلاوة عدناها كثير، لحتى نحاول قدر المستطاع نرد على كل التساؤلات الناس اللي ما عم تصوت معها. سالتوني الكنافه بديل الكنافه او الكنافه بسميد عم تطلع معكم فارطه عم تقسى، بدنا نحكي عليها ان شاء الله، نتفادى فيها موضوع انه تطلع فيها قرشه، موضوع انه يطلع فيها تفرط لما نقلبها تفرط، شو النخل اذا بيمشي الحال بلا نخل او نخل، نوع السميد ناعم خشن وسط، مع اني شارحه كثير بس رغم هيك بنرجع بالرد على التساؤلات اللي اجتني باخر بس مباشره طلعناه. اجاني كثير تساؤلات كمان على نفس الموضوع تبع بديل الكنافه، والله طيبه كثير وسهله وسريعه بديل الكنافه، بس بدي توصلوا للطريقه الصح والمضبوطه والحرفيه ان شاء الله. بنسال معكم المقادير وطريقه التحضير. هون حبايبنا بالنسبه للكنافه اللي بدي اعملها او بديل الكنافه اللي هي بسميد، ما لقينا سميد ناعم بودره، هذا السميد وسط، سميد قمح وسط، شايفين؟ يعني لا خشن ولا ناعم. لما استعمل سميد وسط، انا لما عملتها بسميد فرخه ما حطيت طحين. ليش؟ لانه سميد فرخه مثل الطحين، ناعم كثير فبيعطيني تماسك. لما يكون عندي السميد مثل هيك فيه خشونه، مضطر احط له نص كاسة طحين مشان تعطي حنيه وتمسك على بعضها. فهون بستعمل انا كاستين سميد، هي حنشتغل بالكاسه اليوم. ونص كاسة طحين، معلقتين حليب بودرة مشان اللون وكمان بتعطيها حنية، ومعلقتين او ثلاث معالق قطر كبار او شيرة بيقولوا لها، ونص كاسة سمنة، وعندي مي. والحشوة اللي بدي اشتغل فيها كنافة، يا اما ما لقينا جبنة عكاوي، ما لقينا جبنة لا اله الا محمد رسول الله، جبنة مشمولة نابلسية أو عكاوي، بنشتغل بالشلل. بس الموزاريلا يا جماعة مو طيبة للنابلسية، مو طيبة الموزاريلا، مو طيبة. ممكن اشتغلها مكسرات أي شيء، إما لما أجي على الجبنة ما بشتغلها موزاريلا، الموزاريلا مو طيب، بيعطيني مطبخ بس مو طيب. ننتقل لطريقة التحضير اللي اشتغلناها معكم كمان كذا مرة قبل هلا. هاي إخواني بدي نزل المكونات، بنزل بالسميد كاستين او في بيكنج بودر كمان نسيت لكم عليه، حليب بودره معلقتين كبار، نص كاسه طحين، بدي اقلبهم مع بعض. هون حطيت طحين لانه الحبه عندي خشنه، لما اشتغلت انا بدون طحين كان سميد فرخه، سميد فرخه بودره يعني. حلو، ان شاء الله نكون عم نوصل المعلومه ونرد على تساؤلاتكم. هاي البيكنج بودر اللي نسيت لكم عليه، معلقة صغيرة بيكنج بودر مشان تنفش معنا. بنقلب هدول المواد الناشفة أول شيء مع بعض، بننزل بالقطر، القطر هو اللي بيعطيني اللون مع على الغاز، يعني هو والحليب نفركهم هيك مزبوط. المي ما في عيار، قد ما بيشرب مي، وهو بيشرب بالعاده منيح مي. هلا انا حاطط 600 ملي او 600 جرام، هو الميلي نفسه الجرام، بس في ناس سبحان الله بتحب هيك تعطي الشغله كلها حقها، يعني بيقول لك الجرام مو نفسه الميلي، لما تشتغل بالسائل تشتغل اسمه ميلي، طيب ماشي ميلي بس هو جرام بالوزن. نص كاسة السمنة، حيواني أو نباتي، حتى زبدة ما عندكم مشكلة. بس زيت لا. بس طبعاً أحسن شيء سمنة حيواني. حطينا النص كاسة بندعكها معهم. هعمل فرنتين صغار انا، هعمل واحدة قشطة، بطبخ قشطة قدامكم او بديل القشطة، نشوف كيف طريقتها. ندعكت هيك بالسمنة منيح، بسم الله. هدول 300، بدي اشوف
يكفوا ولا لا؟ ما حيكفوا حسب نوع السميد، مو كل السميد بياخذ نفس المي، في سميد بيشرب في سميد ما بيشرب. بدي اياها طريه شوي. الرياحه قبل الخبيز مشان يفتح السميد، بريحها ربع ساعه نص ساعه مشان يفتح السميد. شايفين هيك؟ والله لا بيكفوا 300 كفوه للكاستين. شايفين الصينية بدي اخبز فيها؟ اذا تيفال ما في داعي ادهنها سمنة او زيت او زبدة، اذا ما انا تيفال بدهنها احسن مشان ما تلزق وتعذبني. هاي عندي الصينية اللي بدي مد فيها. بسم الله. دهنت انا شوية سمنة لانه مو تيفال اصلية. بعد ما ترتاح بنرجع لكم ان شاء الله. حبايبنا بين ما ترتاح عندي العجينة بدي اعمل القشطة بالبيت. القشطة المطبوخة بتشتغل للوربات، للكنافة، لأي شيء عندكم. عندي هي كاسة حليب وهي كاستين حليب. هذا النشا اللي عندنا نحن نشا صناعي، اقوى من النشا اللي بيجي بالسوق العلب. ما بعرف اذا عندي دقيقة لشوف اذا عندي منه، هذا بيجي اقوى منه، كل معلقة بتعادل معلقتين منه. anyway ما لقيته هذاك الدرا، بس معروف اصفر ابو ريال وثلاثة ريال، يعني ما عم نزم نحن بالشركة، بس عم نقول انه الاقوى تركيزه. هلا للكاستين بدي احط هون واحد اثنين ثلاث معالق نشا من اللي عنا، ثلاثة نشا من هون يعني ستة نشا من النشا الثاني هذاك. وإذا لقيته كمان على الغلي خفيف بقدر زيده. هي طريقة، وفي طريقة ثانية بحل النشا مع مي وبس يغلي الحليب بنزل عليه. هون بدي أخلي إيدي على طول يعني عم بحرك أنا وحاطهم على النار مشان ما يحترقوا بالسفل عندي. بناخذهم مع بعض على النار. اخذتهم على الغاز وقلت من فوائد الحجر الصحي انه بصير تعرف انه مفتاح بيشغل انه غاز. كانه الراس مراكب مظبوط. بنحرك. بس يغلو بنرجع لكم ان شاء الله. هلا قرب يغلي، بس قرب يغلي لازم خفف النار مشان اعرف الكثافه. ان شاء الله انه كثافته منيحه هيك. للكنايف او الكنافات حشوات الكنافه يفضل ما يكون كثير ثقيل. للوربات لازم يكون اثقل. للحشوه الوربات او البقلاوه بالقشطه لازم يكون اثقل مشان يتماسك. شايفين؟ ثلاث دقائق بعد الغليان بضل عم بحرك فيه. هلا هذا لو بدي اشتغل فيه وربات ما بيشتغل، لازم يكون اثقل. للوربات او مثل ما قلت اللي بده يدخل على فرن وربات شعبيات لازم يكون اثقل من هيك بشوي. اما للكنافه ممتاز يعتبر، لان ما بدي اياه ثقيل كثير. هذا القوام طفي عليه وبنفرده على صينيه مشان يبرد. هاي الصينيه اللي بدي افرده. طبعا في ناس بتحط سكر، انا ما بحب اني احط سكر معه، ممكن تحطوا سكر عادي. وممكن تحطوا له دهنة زبدة أو سمنة على الوش مشان ما يعطيكم قشرة كمان. وهلا بدي أحط العجين اللي عندي بالفرن. هذا عجين بديل الكنافة عندي، حطيته بالفرن على حرارة 200، بدي أحطه تقريبا حوالي 30 دقيقة إن شاء الله بكفي. وهي إخواني العجينة هيك جاهزة، بدي أتركها لتبرد. فيني أعمل لها هيك نقلبها على حرقتيها. احترقت اصبعتي. نقلبها نتركها لتبرد بعدين نفتتها ونشوف شلون بدنا ننعمها.
بس شايفين اللون بسم الله ما شاء الله، يعني والله رهيب. ريحة السمنة ولا أحلى من هيك. يعني بتركها تبرد شوي بعدين بدي أكسرها هيك مشان نشوف طريقة النخل. أنا بيت مثلي مثلكم يعني، حتى لو شايف يعني اللي موجود عندي بالبيت موجود عندكم بالبيت. نتركها لتبرد ونلاقي لها حل ان شاء الله. هي اخواني انا حافرم على مفرمة اللحمة، لانه انا ما عندي المفرمة العادية او هي شو بيقولوا محضرة الطعام. وين انتهينا من فرمون. بدنا نبلش فيهم شغل ان شاء الله. هيك بدي انخذ اول طبقه وبفركهم هيك بايدي ليصيروا معي يتفرفدوا على الاخير. هلا صار بفركهم بايدي بكفي. هلا حبايبنا انا عندي صينيتين نعومين صغار لشخص شخص يعني كل وحده، حبيتهم جبتهم. بدي اول شيء ادهنهم سمنه، هدول ما حاحرقهم، حجرب بدون حرق ان شاء الله انه بيزبطوا لانه شبه تيفار. وهون مثل ما قلت نفركها هلا هيك بايدنا فرك، ما عاد في داعي للنخل. لاخذ وش ناعم، وش واحد ناعم، بجيب لي اي مصفايه بالبيت بعد النخل بعد السمنه بنخل هيك على الناعم عليهم. هاي حبايبنا بالنسبه للصواني بدي اشتغل فيها. معلقة صغيرة سمنة لأنه هي صواني صغيرة أساسا ميني صينية. حطينا سمنة. صواني مثل هاي السودة ما بدها حرق لأنه هي بتجي شبه تيفال ما بتلزق إن شاء الله. نجيب الكنافة اللي حضرناها هون مشان آخذ وش ناعم عندي. بعطيها هيك رش. بس الوش. مصفاية بأي شيء عندكم. والباقي عادي حطوا خشن. هلا أهم شيء إنه طفى علي الجوال وأنا عم بصور، فما بعرف حعيد أنا التصوير لهذا الجزئية. لاني ما بعرف صور ولا لا. وزعنا الكنافة مكبسة، قلت من تحت بدي اعطيها وش ناعم، من فوق عادي خشن. يعني بفركه بايدي هيك فرك. نعطيها هيك حرف. واحدة بنعملها قشطة، واحدة بنعملها جبنة. هاي مثلا تبع القشطة. القشطة اللي طبخناها. شايفين قوامها؟ لا طري كتير. ولا جامد كثير، قريب للمحلاية اجمد شوي يعني. اما هي للوربات بتبوظ من الوربات ما بتشتغل، يكون هيك طراوتها بدها تكون اسمك شوي. بنلك ايدنا هيك شوية سمنة عشان تسهل علينا عملية الفرد للقشطة. كمية حسب الرغبة. هي تبع شخص واحد يعني ما او اثنين بالكثير زمانهم اكيد حلويات. هاي القصه هي خالصه. وصلنا للجبنه. جبنه شلل عندي عصرها منيح ووزعها عليها. وهلا على الغاز من الصاني اعمار خفيفة وتفتيل مستمر. بنبلش بالجبنة وبنختم بالقشطة. بشغل عندي الغاز بدي خففه على الاخير. اخر شيء هدي 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 قد ما فيني يكون الغاز نايس. بنحطها وبنضل عم نفتل.
بنجيب نزال ونضل نفتل فيها لحتى ياخذ عندي اللون المطلوب من الحرف. شايفين اخواني هيك خلصت عندي الكنافه وما صحت الجبنه مثل ما بدي، شو بعمل؟ قيمها على جنب هيك بغطيها بالصحن اللي بدي اقلبها عليه، بتركها اول شيء 5 دقائق لحتى تسيح الجبنه. هلا بنورجيكم اياها شلون، وبنحط الكنافه بقشطه على الغاز بين ما تستوي او ترخي الجبنه تبع النابلسيه بجبنه، نفس المبدا. بالفرن ما بيشتغلوا، لازم على غاز. بالفرن بيطقطقوا بزياده وبينشفوا بزياده وبيعطوني قرشه. شايفين هون اخواني لما غطيتها طلعت المي تبع الجبنه مساخت، شقفت منديل او قماشه بنقيم عنا المي. بدي دفي القطر، خليه يكون دافي مشان ما يبرد لي اياها وحليها. هيك خالصه، نقلبها على صحن زي ما تكون تبع الرشقة كمان ان شاء الله جزت. بسم الله نعمل لها دقيقتين ثلاثة للتأكيد انها خلصت مضبوط. نعمل هيك، بسم الله بسم الله ما شاء الله، يا سلام ولا اروع من هيك. هلا بدي اعطيها القطر تبعها، انا حطيته بدوله سخنته شوي. الكميه اللي بنرغب فيها هلا بنحط لها شويه مطيبات على وشها هيك تستو ما تستو، ونقول يا رب. هي عندي القشطه الثانيه جاهزه نقلبها. قبل ما نقلبها نحررها من التراب، نقلب عليها الصحن. زين كسرنا الدنيا، نزلت يا عين يا عين ويا ليه. هاي دي كتر له اشطر اني انا هذا قطر لاني انا اللي حاكله. هاي بتقبل قطر قد ما بدكم لانه عندي القشطه ما عليها قطر. شايفين مقروعة؟ وهي الكنافة بجبنة بسم الله ما شاء الله ولا أروع من هيك. شايفين؟ لا فيها أساوة قرشة ولا فيها شيء. شوفوا الجبنة بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ هاي جبنة الشلل ولا أحلى من هيك بسم الله. والله طعمتها رائعة. ونفسها تبع القشطة. وهيك حبايبنا خلصنا الفيديو تبعنا لليوم، وهي الكنافة بالقشطة بسم الله ما شاء الله. والله انا راح افجر قد ما اكلت بس لحتى افجركم. بسم الله والله رهيبة ان شاء الله. بتجربوها بدعوا لنا. كان معكم الشيف فراس مطبخ حلويات شامية. لا تنسونا من دعاكم ودعاء لست الوالدة ولكل مريض، ولا تنسوا دعمنا على الانستغرام، بنحط لكم الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف، وعلى سناب شات. ويعطيكم الف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.